الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعكم مبروكه، كنتمنوا لكم الصحه والعافيه. اولا حسنيه تكادير شركه ديتاي مره، وحققت انجاز مستحيل وتاريخي ان شاء الله، غادي يدخل في ميداد من ذهب ان شاء الله للتاريخ. واول هدف، اول صعود، اول فوز، اول الى اخره. وبالتالي الحمد لله صعدنا الربع نهائي الحمد لله. دابا حطنا الانتصار على احسن الفروق اللي كنسميها هذه نهايه قبل الاوان، وبالتالي فزنا عليهم بجدار واستحقاق والحمد لله. اللي عنده اللي ما عنده الله يجيب ليه. قال انك انت الهدف اللي خططت ليه هو المرور للربع النهائي، يعني المرور تجاوز الدور الاول، ولكن الحمد لله بجهودات اللاعبين وبدعوات الوالدين الحمد لله والجمهور الله يجزيهم بخير، هما هذا العام تحركوا علما انه الناس الماضيه كان يعني ثبات في جمهور حسنية تكادير، والحمد لله رافقوا ارسل كان تهري. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر على المجال المنظم على الدوري هذا، وعلى راس السي ياسين بلقيد اللي صراحه السي العمار هذا استقبلنا زعما صراحه واحد الاستقبال زوين. وكنشكر الفريق اللي حنا معاه حتى هو واحد الاداء زوين، وكانوا خاص عليه صراحه. وكنشوفنا الهدف الاول في الشوط الاول، وتمكنا رغم ذلك تمكنا من العوده للمباراه، ولكن ما شاء الله ضربه ترجيحيه هي هذه كتبقى حظ. كنشكر لجنة الانضماط الدوري هذا السبت اللي توسو، يعني اول مشاركه بالنسبه لي في واحد الدوري مع الفرقه الاولى ديالي في الرياض. تمكنت من انني نشارك واحد 10 دقائق في المقابله، وحده من المقابلات تمكنت انني نسجل، يعني عطاني السي رشيد فرصه عطاني الفرصه وبين داكشي اللي عندي، وان شاء الله من هنا لقدام كنتمنى اننا الشباب ديالي في الرياض حتى هما يقولوا الكلمه ديالهم. الحمد لله اللعابه كانوا جاد في هذا الماتش هذا، وكانوا عازمين باش يحققوا الفوز، والحمد لله تعطي الفوز وسخنا هو البيت في الشوط الاول. لكن الفريق الخصم استطاع انه يسجل علينا في التعادل، لكن ما استسلمناش، ولكن باقي قاتلنا يعني باقي المقابله، ومشينا لضربات الجزاء والحمد لله جا الله التيسير وصلنا اننا نفوزوا بثلاث ركلات ترجيح. والحمد لله كنشكر اللعابه وكنهنيهم من هذه المباراه هذا، كما كنحيي الجمهور ديال حسنية تكادير، والحمد لله حنا ان هذه المباراه هذا كنشكر جميع الفئات اللي تجمع اللي ساهمت في دوري اي توسو بصراحه. هذا الدوري البهيج وصراحه يعني في احسن دوري، والحمد لله كنشكركم. يا سعيد جمل الله يحفظك.